بخير عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي. ان شاء الله هذا الفيديو يسيبكم في احسن الاحوال وتمام الصحه. اللي يدخل جديد وعجبوا المحتوى يدينا اشتراك ويدق على الجرس باش يوصلوا كل جديد. الوصفه تاع اليوم هي الموسكوتشو، طريقه مختلفه شويه اللي نعرفوها. لكم شوفوا المقادير وشوفوا وكملوا الفيديو الى الاخير. المقادير كالتالي: عندي 4 بيضات، 2 كيسان فارينة، شكارة خميرة، عندي كاس سكر، عندي مبشور ليمونة، عندي فاني، عندي زمغار حليب، وزمغار زيت، وعندي عصير ليمونة، وعندي شكارة خميرة، وعندي المعجون للتزيين. حاجة نديروها هي ندهنو القالب تاعنا، نديرو فيه بالزبدة ونرشو عليه الفارينة. هي حاجة الأولى نديروها، ونغلب المواد الجافة. نحط الفرينة تاعنا اللي قلنا 2 كيسان مع كيس خمارة، وزن 10 غرام. نحطو على جنب. دركا نكسرو البيض تاعنا اللي قلنا 4 بيضات. حرارة الغرفة باش يكونو حرارة الغرفة. نزيدو لها لافاني بيض، ونزيدو له رشة ملح والسكر، ونطلعوه مليح. طلعنا البيض هكا راغبي ويبيض، نزيدو له 2 مغارف زيت وهو يتخلط. نزيدو لها القارص، عصرة تاع القارص تاعنا، ونخليها تخلط. راه وجد الخليط تاعنا تاع البيض. دروك نزيدو له الفارينة، 2 كيسان فارينة لي غلبناهم، هذا المسكوتشو رائع، يجي خفيف لي ميحبش ينقص الزيوت مادة الدهنية. هذا يجي هايل، جربوه. هي وصفة تاع زمان. دركا نزيد 2 مغارف حليب ونكملو نخلطو. ونزيدو قشور ليمون،
فرينة مليح. هاي وجدت لاباغي تاعنا، نفرغوها في قالب. راني سخنت الفوق على 180 درجة، نحطها هكيك نص ساعة ونفرقتها، كل وحدة الفوق تاعها. هاي طابتنا المسكوتة تاعنا، دركا نزينوها، قصيتها على زوج، حطو تحتانية نحطوها هنا. جيبو المعجون تاع مشمش، دهنا شوية، هذه مشكوتة رائعة، تيوها عندها قوام خاص، تجي زينة هايلة، جات بشرة تعجبكم. ما فيهاش ليدان بزاف، خفيفة. راني دهنتها كاملة، دركا نرشو عليه سكر كلاصي، راهو وجد المسكوت شو تاعنا، جا هايل، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. واش حنقولكم، اللي دخل جديد وعجبو المحتوى تاعي يدير اشتراك ويدق على الجرس باش يوصلو كل جديد، ولا عجبكم الفيديو دونا لايك. هاي، بقاو على خير، سلام.